إلى موضوع آخر الآن، شهد صباح اليوم خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي سكيكدا وعنابة وتحديدا بمحطة القطار ببلدية عزابة، شهدت حادث انحراف العربة الأمامية لقطار لنقل المحروقات عن سكته، لكن ولحسن الحظ فإن القطار لم ينقلب وهو ما جنب تسجيل أي خسائر، خاصة وأن القطار يتكون من 20 صهريجا تقدر حمولتها الإجمالية بحوالي 1350 طن من المحروقات. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية ومصالح الأمن لتأمين الوضع، خاصة وأن مكان الانحراف قريب جدا من سكنات المواطنين، كما تدخل أعوان الصيانة بالشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية لإصلاح السكة وجر القطار إلى نقطة نهاية رحلته. محمد حمدة. انحراف قطار كان يجر صهاريج محملة بالوقود، عند تنقلنا إلى عين المكان لاحظنا بأنه كان هناك انحراف في القاطرة الأمامية. صهاريج سعتها توجد حوالي 20 صهاريج، سعتها 1356 طن. الخط الرابط بين دائرة ولاية سكيكدا ودائرة بالرحال.